طارق سب. تمنيت اللقاء يطول أكثر. الله يخليك. طبعاً ختاما عندي ثلاث صور أباك تسولف عنهم هالأشخاص. أبشر. أباك توصل لهم رسائل، وهل أبشر. أوفوا بوعودهم لك أو لا. شوفها شوفها. أعطوني الصورة على الشاشة. أقصى اليمين إيش تقول له؟ رسمة الطريق. رسمة الطريق. أنا كان الطريق ثاني ابتدائي أو طريق ابتدائي. كان سهل الطريق؟ لا والله صعب. من صعب عليك؟ صعبت. هل ظروف عائلية؟ ظروف لا 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 مهلا عائلية، لكن ظروف الوقت. شوف كل شيء ينال بالصعوبة، تأكد أن طريقها أصعب. فعشان كذا يقدر الإنسان يصير شيء صعب إذا واجه شيء، إذا واجه صعوبات في حياته. هذه كنت في تحفيظ مدرسة تحفيظ القرآن، وهي اللي كان لها يعني الفضل بعد الله في تكوين سلطان الحميلي. اللي في النص اللي في النص الظهور، ولكن كان فيها ما كانت مكتملة الصورة. اللي في النص كان فيها التشتت أكثر جدا. والسبب؟ السبب أني ما قاعد تكبح رغبات، ما كنت مطلع على الطريق صح. من اللي سبب لك الضبابية؟ نفسك؟ نفسي. الأمارة بالسوء؟ نفسي، بس ما هي الأمارة بس. الشخص الأخير، الصورة الثالثة، أقدر أقول بداية الإبحار في مجال الهدف والطموح. محور أخير يا سلطان، سلام أبو سلام. خلنا نبعد عن حياتك الشخصية، نرجع للمنتجع. هل المنافسة اللي أنتم فيها هي ما كنت تعتقدها وتراها في برامج الواقع، ولا انصدمت؟ لا ما انصدمت، كنت